عالشاف ما في شي مستحيل. بحلقات المطبخ العالمي رح ياخدنا الشاف عالأرجنتين، أكتر بلد بياكلوا فيها لحمة، ليعلمنا أطيب الوصفات وأغناها. هاي شيف، هاي ملك، شو كيفك اليوم؟ بشكر الله، كيف صحتك؟ شو اليوم؟ انت رايقة معك على الاخر. اليوم ارجنتيني؟ لحمة، ما لحمة بتعرفي بياكلوا كثير لحمة بالارجنتين. لحمة يا دنيا لحمة. وانا يعني من شو بيقولوا، من مدمنين اللحمة، بحب كثير اللحمة. بس اليوم حنعمل الاكل الارجنتيني، الاشياء المشهورة عندهم. هن الطبقة اللي نسميه القومي. الطبق الوطني. الوطني. لا حتى يعني عم بقول لك على قومي هالقد مهم يعني. حلو. لانه هو المشوي على الجريل، عندهم شيء بسموه اسادو، يعني الشوي على الحطب مع الفحم مع فكثير ما بحبوا اللحمه، من اكثر شعوب تستهلك لحوم بالعالم، وعندهم مراعي خضراء كثير، فعندك قد ما بدك قطيع قطعان بقر، فبيستهلكوا كثير لحوم. اليوم حنعمل كم وجبه من وجباتهم. حنعمل شيء اسمه امباناداز، اللي بتشبه السمبوسك بس على الطريقه الارجنتينيه. كيف بيعملوها؟ حنعمل صحن باللحم مع تشيميتشيري صوص والريد بيبر، يعني البيل بيبر صوص، صلصه مش صوص، يعني لانه بارده فبتنعمل، بس هي في طريقه للشوي للحمه بيعملوها معينه. حنعمل ديسير معمول بتشبه التيراميسو، حنعمل شيء بالباذنجان بيشبه الميلانزاني الايطالي. بس لفرجيك قد ايه كني كمطبخ كانوا مؤثرين بالمطبخ الايطالي. مزبوط، المطبخ الايطالي والاسباني. والاسباني. فهلا حنبلش بالامباناداس. اوكي. اول شيء بده يكون مع الخلطه الميكس، حنحط بيض مسلوق، حنحط نسلق بيضه. بتعرفي قد ايه بدها بيضه لتنسلق لتطلع مزبوطه؟ لا بس صرت اعرف انه على طول اغلي المي. ايه. مثل ما علمتني انت، ودهر البيضه قبل بوقت من البراد. 100%، خلي تكون اخذه روم تمبرتشر. حتى ما تنكسر بس قد ايه تقريبا بدها وقت؟ هي ست سبع دقائق البيضه المفروض تكون طالعه. واذا ما بدي اياها تكون هي لا بتطلع لونها اصفر من جوا، مش بس مستويه. ما بتطلع انه رخوه عن ست سبع دقائق، هذيك صارت اربع دقائق. حنحط هلا بيض، نحط على مهلنا. المي عم تغلي، ما بدنا المي كثير تغلي كمان، ما بدنا متكسر هي بعدين. مظبوط. مي سخنه اول ما عم تغلي، يعني على اقل من 100 درجه شوي. لا ينسلقوا. هلا بنعير لهم عيغه، عندي 6 دقائق. انت بالتليفون. يلا هلا حيغلي، بهالوقت حنحضر الحشوه. فحناخذ بصله. انا على طول السمبوسك والتشيز رولز وهيك بحطهم بالفرن. ايه انه احسن من القلي يمكن. لا انه يعني صحيح طعمتهم ما بتكون مثل القلي، بس انه امرار مثلا ما بدي اخذ اشياء مقليه. 100% احسن واحد يشويهم شوي. بس يعني انه اكثر البلد اللي بيستهلكوا فيها لحمه عندهم مراعي خضراء كثير. ايه ما تنسى الارجنتين هي صارت جنوب امريكا تحت الخط الاسيوي بعد ببعيد يعني. فبلد كثير خضراء، فيها كثير جبال، انهر، لذلك المراعي عندهم كثير غني. فالقطعان اللي عندهم يعني من انواع اللحمه كثير منيحه بالعالم، بيستهلكوا كثير لحوم. على طول ايه بشوف بالسوبر ماركت في عندهم لحمه ارجنتينيه. فحنفهم البصله ناعمه شوي، ما كثير ما بيهمنا كثير تنفرن كثير ناعمه لحتى تنطبخ لانه مع اللحمه.